السلام عليكم ورحمة الله. 44 دقيقة بتوقيت صنعاء، أحييكم إلى نشرة إخبارية جديدة أبدأها بأبرز العناوين. وزير الداخلية يدشن ورشة تقييم الجاهزية ويؤكد على تكثيف جهود نشر الأمن. وزارة حقوق الإنسان: اعتقال شباب الثورة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية. من الذي يدير هذا البلد؟ إلى التفاصيل. أقامت وزارة الداخلية اليوم تحديث قاعدة بيانات وزارة الداخلية وورشة تدريبية للجان الميدانية الخاصة بحصر وتقييم الجاهزية للوزارة وأجهزتها المختلفة، وذلك لحصر الموارد البشرية والمادية وتقييم الأداء من أجل التأهيل والتطوير وضمان النزاهة. وأكد وزير الداخلية إلى أن المرحلة القائمة تتطلب تكثيف الجهود لنشر الأمن والاستقرار من أجل نجاح الحوار والمرحلة الانتقالية، كما دعا الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل خدمة الشعب. ينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية الوطنية بأمانة وشرف وولاء للوطن وحرص على النزاهة والنقاء في العمل، حتى نحفظ كيان هذا الجهاز الأمني ونؤدي واجبنا المناط بنا لمصلحة بلادنا ولتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الجمهورية اليمنية. عبرت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب في ظل التعنت وعدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم. وكذلك قرار الحكومة رقم 108 لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن. وقالت وزارة حقوق الإنسان في بلاغ صحفي أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين دون أي مسوق قانوني، في انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وصل إلى صنعاء اليوم المبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين في الدولة وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية. وقال ابن عمر في تصريح لوكالة سبا أن زيارته تأتي في إطار المهمة التي يقوم بها منذ إبريل 2011، وأنه سيعمل خلال هذه الزيارة على تقييم مدى الالتزام بقراري مجلس الأمن تمهيدا لإعداد تقرير للمجلس يوم 11 من الشهر الجاري. وأشار ابن عمر إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وقيادات الأحزاب السياسية لتقييم مدى التقدم في العملية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. عقدت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا للإعداد لتدشين الحملة الوطنية لمكافحة السرطان، والمقرر انطلاقها الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وتهدف الحملة إلى حشد الدعم الشعبي والرسمي لدعم مرضى السرطان ماليا ومعنويا ولفت أنظار الجميع إلى هذه الشريحة، كما طالبوا الدولة وبالأخص وزارة الصحة إلى زيادة الدعم للمرضى كون هذا المرض يكلف المصابين أعباء كثيرة. نفذ عدد من موظفي الخدمات في بنك التسليف التعاوني والزراعي وقفة احتجاج أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة بإعادتهم للعمل ضمن الهيكل الإداري للبنك، محذرين من الالتفاف على حقوقهم من خلال ضمهم إلى شركة خدمات خاصة. وطالب المحتجون رئيس الجمهورية إلزام إدارة البنك بإبقائهم ضمن إطار البنك إداريا وماليا وعدم التلاعب بسنوات خدمتهم التي تصل إلى 10 سنوات. نحن موظفي تانك بنك، وقفنا وقف احتجاجية نطالب بحقوقنا كوننا مع البنك بنعمل من قبل 10 سنين، ولكن رئيس البنك
فاجعنا بقرار إداري فصل الشركة عن البنك. والشركة هذه عبارة عن شركة غسيل الأموال استغلال لتابعة المتنفذين من النظام السابق. طالبنا بحقوقنا، قلنا يا رئيس البنك احنا مظلومين واحنا متحملين أسر، احنا أكثر من 700 موظف متحمل معانا 3000 فرد، كل واحد متحمل أسرة. مطلبنا الآن انه عقود وتثبيت مع البنك. اجتمعنا معاه اليوم قال لنا الشركة تبع البنك، قال انتم تبع البنك لكن نفعل لكم عقود ما نفعل لكم تبع البنك، ليش كالمزاجية؟ اختتمت بالضالع فعاليات المؤتمر المحلي لتحديد احتياجات محافظتي الضالع ولحج. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ناقش مؤتمر محلي في مدينة دمت بمحافظة الضالع أوضاع محافظتي لحج والضالع واحتياجاتهما خلال المرحلة القادمة. ويأتي المؤتمر الذي حضرته قيادات السلطة المحلية وصحفيين وسياسيين ومثقفين في إطار برنامج احتياجات المحافظات اليمنية وأولوياتها للمرحلة القادمة الذي تنفذه منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية. ولهذا حرمت هذه المديريات أو هذه المحافظات، حرمت قبل الوحدة من التنمية لأنهم ظلوا مختلفين على السياسة، ثم جاءت الوحدة ولم تأخذ احتياجاتها أو حقها حتى تنهض أو تدرك يعني أخواتها من المحافظات والمديريات. ما زالت يعني ما إن خرجت من أزمة التشطير حتى دخلت في أزمة أخرى، وهي قضية يعني المسيرات والاعتصامات والمظاهرات وإلى غير ذلك. ويهدف المؤتمر الذي افتتحه أمين عام المجلس المحلي بالضالع محمد غالب العتابي لتحديد أولويات احتياجات تلك المحافظتين وصياغتها بأوراق عمل نوقشت من قبل مشاركين يمثلون كافة الشرائح والأطراف السياسية والاجتماعية، والخروج بتوصيات هامة لتقديمها لصانعي القرار، وكذا تفعيل دور المجتمع المدني في الحوار الوطني وبناء اليمن الجديد. يا منظمة صحفية بلا قيود حريصة على تفعيل المجتمع المحلي المدني، ومن هذا الباب تبنت هذا المشروع البرنامج، برنامج احتياجات وأولويات المحافظات في الجمهورية بحيث تنزل ميداني. وفي ورقة قدمها للمؤتمر تحدث الكاتب الصحفي محمد علي محسن عن الاحتياجات السياسية والأمنية بالضالع، كما قدمت الأستاذة أديبة البحري ورقة عن الاحتياجات الاقتصادية، في حين تحدث الإعلامي ياسر حسن في ورقته عن الاحتياجات السياسية والاجتماعية عن محافظة لحج. الحقيقة أن المؤتمر كان إضافة نوعية في المحافظة من أجل دراسة احتياجات هذه المحافظة، وقد حددت هذه الاحتياجات بثلاثة: احتياجات سياسية واحتياجات اقتصادية واحتياجات اجتماعية. ولعل مشكلتنا في الضالع تكمن في شيئين، أهمها احتياجات اقتصادية واحتياجات سياسية. نحن دائما نجعل العرب قبل الحصان، بدلا من أن نستفيد من السياسة نجعل السياسة تحطم الاقتصاد وتقدق التنمية. إذا لم يكن هناك أمن واستقرار فلم يحصل أي تنمية، سواء في الاقتصاد أو في من ناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذا إذا وجد الأمن وجد الاقتصاد وجد التنمية في المحافظة. المشاركون في المؤتمر خرجوا بعدد من التوصيات والحلول، أهمها الاهتمام بالجانب الأمني ورفع المستوى المعيشي من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين. نفذ حراسة أنبوب الغاز وقفة احتجاج أمام بوابة المحافظة، وطالبوا في بيان لهم برحيل وزير النفط مؤكدين بأنهم يواصلون الاعتصام منذ شهرين للمطالبة بتسليم مرتباتهم وإعادتهم إلى أعمالهم. محافظ مأرب زار المحتجين واستمع إلى مطالبهم مؤكدا بأنه سيعمل على إيصال رسالتهم إلى الجهات المختصة في الوزارة. قام وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد ومعه مدير عام شركة النفط اليمنية دكتور عبد السلام محمد حميدة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء محطة السلام النموذجية بمديرية المعلى
بتكلفة 170 مليون ريال بتمويل ذاتي، وتحتوي المحطة التي من المقرر انتهاء منها خلال 6 أشهر خزانات ومضخات وقود وسوبر ماركت وإدارة وغيرها من الخدمات. كما وضع وكيل المحافظة لقطاع الاستثمار أحمد بن أحمد الضلاعي ومدير عام شركة النفط اليمنية حجر الأساس لمشروع إعادة بناء محطة المطار بتكلفة 170 مليون ريال، سيتم إنجازها أيضا خلال 6 أشهر. كما سيجري ترميم 4 محطات وقود أخرى في عدد من مديريات محافظة عدن وتحديث منظومة إطفاء الحرائق. نظم موظفو ومتعاقدو جامعة عدن مسيرة راجلة انطلقت من أمام كلية الآداب وحتى بوابة مكتب المالية بخور مكسر. قدموا خلالها رسالة عبر مكتب المالية إلى وزير المالية، وخلال الوقفة الاحتجاجية التقت سكرتارية موظفي ومتعاقدي الجامعة بمدير عام الوحدة الحسابية العامة بمكتب المالية خالد ناصر اليريمي. قدمت خلالها السكرتارية شرحا عن أهم المطالب والمتمثلة بمساواة جامعة عدن بشأن الحافز الشهري البالغ 50% أسوة بالجامعات اليمنية الحكومية الأخرى. جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بمحافظة تعز وبالتعاون مع منظمة اليونيسف أنهت الدراسة القاعدية التي تهدف إلى التعرف على الفجوات في معارف واتجاهات وممارسات الأمهات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال دون سن 5، علما بأن هذه الدراسة ستسهم في تطوير استراتيجية المشروع الخاصة بالاتصال وتغيير السلوك، كما ستستخدم كقاعدة بيانات لقياس الأثر لتدخلات المشروع المختلفة. تنفيذا لمقررات اللقاء التشاوري لنقابات مكاتب المالية بالمحافظات والذي عقد بمحافظة تعز منتصف الشهر الماضي، والتي قضت بمنح مهلة من 10 أيام لتحقيق المطالب الحقوقية لموظفي المكاتب، قررت النقابة البدء بالإجراءات التصعيدية بدءا بالإضراب لمدة ساعة يوميا وصولا إلى الإضراب الكلي عن العمل في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بمساواة موظفي مكاتب المالية بعموم المحافظات بموظفي المالية في العاصمة صنعاء وصرف الحوافز والمكافآت والتأمين الصحي وغيره من البدلات. أقيم اليوم في كلية الطب بجامعة صنعاء البازار الخيري السنوي السادس لصالح عمال النظافة التابعين لكلية الطب، والذي ينظمه مشروع البنيان الخيري بمشاركة العديد من طلاب الكلية بالجامعة. المشروع الذي يستمر نحو يومين يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والصحي لدى شريحة عمال الجامعة، ويسعى إلى تقديم الخدمات الأساسية للشريحة المحتاجة أو ما يطلق عليها بالشريحة المهمشة. عمل تطوعي خاص بعمال نظافة الكلية. من أهداف المشروع كان في لنا رؤية، هدف رؤية بعيدة المدى بحيث أنه يشمل جميع عمال النظافة في جميع كليات جامعة صنعاء، لكن كهدف قريب المدى بدأنا في عمال نظافة تبع كلية جامعة صنعاء كلية الطب والعلوم الصحية، ما يقارب 45 عامل أو إلى 48 عامل. ختام النشرة، لم يبقى إلا التذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الداخلية يدشن ورشة تقييم الجاهزية ويؤكد على تكثيف جهود نشر الأمن. وزارة حقوق الإنسان: اعتقال شباب الثورة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية. من الذي يدير هذا البلد؟ دمتم بخير في أمان الله.